جينا نرسم الابتسامة نضحك في وجه الزمان. سجل هنا اللي حريص على وقف سقي الماء موجود، الأرامل والمطلقات موجود. شو تقول يا شيخ؟ وش تقول يعني؟ فهمتني؟ اي وش اقول يا شيخ؟ الله يسعدك. وش اقول؟ بعلمك الحين، ترى احنا هوا الان. والله؟ اي احنا هوا معنا احنا نسولف ونكحل الله يستر. الله هنا هنا الكاميرا فهمتني؟ اي فايش السالفه يا ابو الوليد؟ الله يرفع قدرك. قدرك. طب هذا وقف شوف هنا قدام، هم الاوقاف، شو الاوقاف كلها قدامك؟ وقف الايتام. وقف الارامل والمطلقات، وقف سقي الماء. افطار الصائمين، وقف تفريج الكرب، وايش اجر تفريج ما فرج عن الكربه، وقف الكسوه، وقف الاطعام، سقي الماء والايتام، سبعه اوقاف في وقف. ما شاء الله ما شاء الله. صراحه اتعب من بعدهم انك تدعم هذا الوقف، فانت شاركت في سبعه اوقاف وين؟ في مكه يا في البلد الحرام. وصدقه جاريه. الاجر فيها مضاعف. الله اكبر. اذا مات ابن ادم قطع عمله لم ثلاث. نعم. منها صدقه جاريه، علم ينتفع، ولد صالح يدعو له. الله اكبر. منصه الاضواء، نبغى ما اكرمنا به ربنا عز وجل، انا واياك من اناس احباب لنا وثقوا فينا في هذا السناب، نريد نوجه لهم الرساله الان. انا واياك، انت ضيف الليله دقيقتين على سنابي وعلى متابعيني، امسيهم كلهم بالخير واتمنى اني اطفل على سنابك. لا حلالك يا شيخ، الله يرفع قدرك، ما عندنا الا حلالك. طيب انا الان حبايبي متابعيني، او على فكره هذا اول مره سناب مباشر يطلع الهواء. يا مرحبا. انا والمبدع الرائع الشاعر الجميل ابو الوليد الله يطول مشعل بن شباب. الله يسلمك. انا باسم متابعيني كلهم امسي عليك. الله يبسك. نورت السناب كما انك نورت قناه الواقع، كما انك نورت برنامج ونايس. ترى ما يصور. لا ما يصور. أثر قروي. ولا اليوم متحمسين. نسيت متحمسين. الله يرفع قدرك. نسيت والله. من فرحتي فيك يا أبو الوليد نسيت أضغط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. معي الرائع المبدع الشاعر الكبير أبو الوليد مشعل بن شباب. يا مرحبا شيخ. ضيف سنابي باسم متابعيني كلهم أرحبك في السناب. وأول مرة يصور سناب مباشر في برنامج مباشر. ابو الوليد يا هلا والله، شرفتنا الليله. الله يسلمك. في, في في قناه الواقع وفقره ونايس، وكلمه جميله حول وقف ام الاوقاف في سنابي. اول حاجه شيخ علي، انا اتشرف ان يكون بين متابعينك في هذا اليوم المبارك. اقول صراحه يا شيخ، يعني سبع مشاريع في مشروع واحد، هذه نعمه يا اخي. جمعت. يعني الإنسان يبحث عن الأجر، ترى ما يبقى للإنسان إلا الشيء اللي يقدمه إلى آخرته. سبعة أوقاف. سبعة أوقاف وين؟ في الحرم، في مكة، يعني في يعني البيت الحرام. نعم. اللي الأجر فيه مضاعف. شرف المكان. شرف المكان، وإن شاء الله رمضان جاي شرف الزمان. الله أكبر. فرصة. الله أكبر. الله. طيب سنابك شغله لأن أنا أتكلم على شو اسمه، انا بعدين انزلها عشان ناخذ وقت البرنامج. طيب. لسه باقي ما كملنا. وش اقول؟ السناب الثانيه. طيب شو اقول؟ اي ناس يسمعونا الان، شفت هذا الجمهور الجميل. يا سلام. اي لسه ما كملت انا. طيب انا نكمل الان. اقول فرصه يا شيخ، اذا مات من ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها سبعه الاوقاف هذه ايش؟ وقف الايتام. وقف الايتام، وقف الارامل والمطلقات، وقف سقي الماء، وقف افطار الصائم، وقف اطعام الطعام، وقف الكسوه، وقف تفريج الكرب. الله اكبر. سبعه كلها أوقف. يعني سبحان الله، كلها فيها اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وكلها فيها حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستغلوا يا مال الغنيمه، استغل الشيء اللي يقربك الى الله سبحانه وتعالى ويرفع درجتك لك ووالدينك والمن يعز عليك. الله يرفع قدرك. آمين. شرفت سنابي كما شرفت الفقره وشرفت القناه. الله يشرفك. الله يرفع قدرك. طول عمرك يا شيخ. الله يحفظك. الله يحفظك. يلا يلا باقي حقي. بعد على الهواء. اي الله يسعدك. كيف حالكم؟ انتم معنا خطوه بخطوه، ها كلمه بكلمه. يا مرحبا شيخ علي. اسلم. احنا على الهواء وفي سنابي على الهواء مباشره. اي احنا الان اولا امسيكم بالخير واغبطكم على هذا الشاعر، شاعر مبدع من سنين وانا معجب بما يقول. الله يطول عمرك. كني حلو هنا مره مره حلو. اشرف فلاتر. الله يرفع قدرك. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويحفظ شاعرنا المبدع الجميل. لكن أحبابي، هنا في قناة الواقع من الأشياء اللي تتبناها قناة الواقع قناة الأوقاف. أنا صراحة بطلق اسم اليوم إن شاء الله أن ينال استحسان الإدارة، قناة الأوقاف الواقع. الواقع
الواقع قناة الأوقاف. لأن حمل أيوة الله هذا شرف. هذا حصري الإسناب يا رجل. حصري إسنابك. لأن قناة حملت هم الأوقاف. يا سلام. فكرت كي تكون عنصر فعال في المجتمع. ولذلك من الأوقاف الآن اللي قائمة عليه وقف إبداعي. الله. جميل. وقدك أنت أيها المتابع أنك تسافي وقف الأيتام ووقف الأرامل المطلقات، وقف تفريج الكرب، وقف إفطار الصائمين، وقف الكسوة، وقف ال. نزلها ورحت. يلا نعيد. ايوه شيخ، كما قلت كم الاوقاف؟ احنا قلنا وقف الاطعام وسقي الماء وقف الايتام، سبعه اوقاف في وقف جمعت لك، لذلك سمي ام الاوقاف. وقف ام الاوقاف تقوم على جمعيه البر بالمويه. واين هذا الوقف؟ في مكه في البلد الحرام. شرف المكان وشرف العمل. انت وقف الايتام وما ادراك، يكفيك بس انه الرسول الذي قال عليه الصلاه والسلام انا وكاف اليتيم في الجنه كهاتين. الله. في الحديث وقف الارامل والمطلقات، الساعي على الارملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر، واجر تفطير الصائمين، واجر تفريج الكرب من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، وغيرها من اوقاف واوقاف. انك تساهم وتقدم وتكسب، ما تدري ما لك بيروح المال، هذا أمانة عندك. قدم لنفسك، قدم لنفسك. يقول الله عز وجل، خلنا أوقف هنا عشان لا تنقطع، عشان أردت الآية. طيب بعدها نختم. سم الله يرفع قدرك. سامي شيخ علي الله يرفع. يقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. تقرض الله، الله محتاجك لا، لكن الله بيأكد لك أن مالك دين عليه بيرجع لك مضاعف. إذن هدية اللي أقدمها للغالي الرائع أننا فعلا نساهم في هذا الوقف، وهدية نقدمها لكم، قدموا لأنفسكم. أسأل المولى عز وجل أن يرفع قدركم، ثم قبل ذلك يرفع قدر الله يجزاك. شاعرنا الرائع الذي أجاب دعوتنا في ونايس، وأيضا أجاب دعوتنا نكون ضيوف على السناب الجميل الرائع. قدرك يا شيخ. الله يحفظك. الله يحفظك. بارك فيك. الله يبارك يا شيخ. الله يبارك. انتهينا مصة الأضواء. الله يحفظك. عاد ما تدري شو الأجل، أرجو من الله عز وجل يحرمنا وياك الأجر الدال على الخير كفاعله. هذه منصة الأضواء بتكون معنا طبعا أيها الأحبة، مع كل ضيف يأتينا. الله يبارك. وضيفنا اليوم أكرمنا شاعرنا الجميل. والله شيخ ما يبقى الإنسان في يعني ترك بتروح عن الدنيا هذه اليوم بكرة بعده. إي والله. يبقى لك وشو؟ أتقدم من آخرتك. الحياة الصحيح الحياة هذه كلها راح يحلو. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا اللي باقي لك هناك. اي والله. نرجع للشباب. طيب تأخرنا عليهم. يلا. وبنسمع ايضا جميل ابداعاتك. الله يحفظك. الله يرفع قدرك. هذه قصة تكفى، ترى تكفى زري. لا لا هذه لك هي. شفتها طيش شد ابو علي. هي جميل. اي بس جميل. ما بحفظها هذه قديمه يا شيخ. جميل الولا والشوق جنان والفرح عم المكان، جينا نرسم الابتسامات.